أعلنت كندا أمس الثلاثاء عن إضافة 13 دولة من بينها المغرب إلى برنامجها لتصريح السفر الإلكترونية. واعتبارا من يوم الثلاثاء بات بإمكان المسافرين المؤهلين من هذه البلدان الذين لديهم تأشيرة كندية خلال السنوات العشر الماضية أو الذين يحملون حاليا تأشيرة سفر أمريكية صالحة وصادرة لأغراض غير متعلقة بالهجرة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكترونية بدلا من طلب الحصول على تأشيرة إذ كانوا يسافرون إلى كندا عن طريق الجو. وإلى جانب المغرب تضم لائحة الدول المشمولة بهذا الإجراء كل من أنتيغوا وباربودا والأرجنتين وكوستاريكا وبيرما والفلبين وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فينيست وجزر غرناطينا وسيشيل وتايلاند والأوروغواي. وتم الإعلان عن هذا الإجراء من طرف وزير الهجرة واللجوء والمواطنة الكندية شون فريزر. وأبرزت الوزارة المكلفة بالهجرة واللجوء والمواطنة في بيان أن السفر الجوي دون تأشيرة إلى كندا لمدة تصل إلى 6 أشهر سيسمح لآلاف المسافرين من رجال الأعمال والسياح بزيارة البلاد بسرعة وسهولة وبتكلفة معقولة. وأضافت الوزارة أن هذا الإجراء سيساهم أيضا في نمو الاقتصاد الكندي من خلال تشجيع السفر والسياحة والتجارة الدولية وكذلك عبر تعزيز علاقات كندا مع هذه البلدان مع ضمان سلامة المواطنين الكنديين. نشكركم على حسن المتابعة.